كل واحد مننا ماشي، احنا عارفين في ايده موبايل، يعني بقى الموبايل جزء من الايد، يعني انت احيانا ما بتشوفش ايد واحده كده فاضيه. كلنا تقريبا بقينا طول الوقت عايشين بالموبايل، والموبايل لما بننساه بيبقى في نوع من الهوس، لو انا نسيت الموبايل، انا نسيت اللابتوب. الموضوع ده ليه؟ الموضوع ده بقى فعلا بيمثل ادمان وبيعطل ناس كتير بشكل كبير. في ناس بتقدر تتحكم، في ناس بتقدر شغل شغل والموبايل يتقفل او يبقى على جنب، وفي ناس ما بتقدرش، بيبقى عندها الهوس ده خلاص، عايزه كل ثانيه تشوف ايه اللي بيحصل. من يومين لفت نظري خبر في الحكومه الهولنديه، والحكومه الهولنديه يعني قالت ايه، حذرت تماما استخدام الموبايلات في المدارس بسبب تعطيله للعمليه التعليميه. أنا عجبني جدا الخبر ده، لأنه كمان السن الصغير والطلبة الهوس اللي موجود عندهم بالموبايل والحاجات اللي بيلعبوا بيها والحاجات طبعا شكل كبير وبياخد وقت فظيع. كل ده كمان يعني أكيد في جانب إيجابي في الموبايل أكيد، لكن عجبني بقى جانب إيجابي أكتر الحقيقة كمان عندنا، هو قرار وزارة الأوقاف. ماذا قررت وزارة الأوقاف؟ قررت بمنع استخدام المحمول واللابتوب الشخصي، يعني تليفوني الشخصي اللابتوب بتاعي ما استعملوش أثناء العمل في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية. ودي تحية كبيرة وخطوة مهمة جدا، أتمنى أن كل الوزارات الخدمية تمشي على نفس النمط. ليه؟ لأنه أكيد الموظف هيبقى مركز لو موبايله الخاص مش موجود معاه، وأكيد هيبقى مركز لو اللابتوب مش عليه المسلسلات اللي قاعد يتفرج عليها أو الشات أو الصور اللي بتتبعت أو الحاجات، فهيبقى عنده وقت يركز في الوزارة بتاعته. مزيد من التفاصيل على هذا القرار مع دكتور عبد الله حسن المتحدث باسم وزارة الأوقاف. مساء الخير دكتور عبد الله. مساء الخير على حضرتك يا أستاذة، ومساء الخير على السادة المشاهدين. يعني أنا عجبني هذا القرار جدا، إيه السبب اتخاذكم لهذا القرار خصوصا وأنتم هتكونوا موجودين في العاصمة الإدارية جمهورية جديدة، في كده رؤية تانية للعمل بشكل جدي؟ نعم ده صحيح. أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خليني أكد مع حضرتك على كام نقطة كده مهمين جدا، وأحيي استعراض حضرتك لي النقطة اللي حضرتك طرحتيها بالخبر بتاع الحكومة الهولندية ومنع الموبايل في المدارس. خليني أنطلق من النقطة اللي حضرتك طرحتيها دي إلى أن الدولة المصرية الآن في انطلاقة حديثة وانطلاقة جديدة نحو المستقبل، وفي عندنا تحديث لنظم الإدارة في ظل الجمهورية الجديدة. بدأت وزارة الأوقاف في العمل الرسمي من مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة الثلاثاء الماضي، وتم إتمام نقل جميع العاملين وجميع الخدمات اللي كانت الوزاره بتقدمها في باب اللو، انتقل تقديمها لمقر الوزاره في العاصمه الاداريه الجديده. وبالمناسبه دي اكد السيد الوزير في اكثر من اجتماع وفي اخرهم الاجتماع الاخير على ان جميع طاقم العمل سوف يبذل قصارى جهده في تحقيق الرساله المنوط بها العمل في وزاره الاوقاف، من خلال استخدام طبعا النظم الحديثه اللي بقت موجوده في العاصمه الاداريه الجديده، وفي ضوء ما توفره الدوله من تجهيزات للمباني الحكوميه في العاصمه الاداريه الجديده، فكان واجب على الجميع ان هو يلتزم. في هذا الضوء اصدر الوكيل الدائم عدد من التعليمات، منها قصر استخدام الموبايل في الامور الشخصيه الا الامور الطارئه. يعني حضرتك طول ما حضرتك في مقر العمل الموبايل استخدامه يكون لصالح العمل فقط، واذا كان في امر شخصي يكون عند الضروره فقط. تمام. الى جانب ايضا استخدام اللابتوب الشخصي بتاع حضرتك هيتمنع استخدامه داخل مقر الديوان العام، لان حضرتك داخل الديوان هيكون ليك جهاز مخصص من قبل الوزاره متاح عليه جميع الداتا بتاعه الشغل اللي حضرتك متاح ان حضرتك تشتغلها، فيما عدا ذلك تم منعه تماما في ديوان عام الوزاره، لان احنا اكدنا ان النقل ده نقله نوعيه في نظام الاداره وفي نظام العمل وسيستم العمل، وكمان والناس كمان تركز، لانه على فكره دكتور عبد الله الموبايل بياخد من طاقة الناس، والناس مش حاسة ده، لما الناس بتقعد مركزة في وقت طويل هو بياخد من الطاقة بتاعتهم، فأحسن إن هو يبقى ذهنه صافي، يبقى عنده وقت ممكن يعني يبقى عنده شغل أكتر، يبقى عنده تحديث لشغله أكتر، فهيبقى عنده أكيد فرص أكتر. بالظبط
بالظبط، احنا عايزين الموظف يستغل طاقته ويستغل كامل الوقت المتاح في انجاز الاعمال، اولا لان الوقت اللي موجود فيه انت داخل العمل ده وقت ملك للدوله، فحضرتك صحيح يعني كلام حضرتك ده اكيد في الوقت المخصص لذلك، فيما عدا ذلك طبعا هيكون في الا لو كان في امر طارئ او في امر بيوجه به المدير المباشر سواء السيد وكيل الوزاره او السيد الوكيل الدائم في بعض الاعمال فلا باس في ذلك. أكيد. أنا بشكر حضرتك جدا دكتور عبد الله حسن المتحدث باسم وزارة الثقافة الأوقاف، كل التوفيق بإذن الله في هذه القرارات اللي ليها صالح العمل. عايزة أقول لكم حاجة، إنه فكرة عدم استخدام الموبايل حتى وإن كان بصوت عالي كمان مطبقة فين؟ مش هتصدقوا، مطبقة في عربيات القطار في بريطانيا. يعني في عربيات داخل القطار تلاقي علامة الموبايل ممنوعة، وممنوع كمان إنك تتكلم، يعني لو معاك موبايل لا تشغل السماعة اللي بيبقى صوتها عالي فالناس كلها سامعه، وحضرتك كمان تتكلم، دي عربيه كلها صمت. فهي فكره انه نهدأ قليلا ونعمل كثيرا، هي دي افضل الافكار، ويبدو انه العالم هيبدأ يحارب هذه الصخب الشديد اللي بقى موجود في حياتنا.